شهاب على هامش الملتقى الجهوي لمناضلات الحزب بولاية وهران بأن المعارضة السياسية يجب أن تكون بناءة وتخدم الوطن وفقا للمعايير الديمقراطية، وأن الموعد الهام الذي ستعرفه الجزائر سنة 2019 والذي يتعلق بالانتخابات الرئاسية يجب أن تتضافر فيه الجهود لإخراج الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي خلفها التراجع الرهيب في أسعار البترول. ميكروفون محمد ونان. اليوم الجزائر مقبلة على موعد هام، الجزائر لها مشاكل مالية واقتصادية، اليوم الجزائر تواجه تحديات أمنية كبيرة، لابد على المعارضة أن تضع هذه الأشياء أو المقاييس في حساباتها السياسية وفي ممارستها للمعارضة. نظرة التجمع الوطني الديمقراطي معروفة تدخل في النظرة الوطنية، ونحن اليوم الحمد لله مجتمعنا وبلدنا في استقرار تام بحيث تنظم هذه المواعيد الانتخابية، وهذا يدل على استقرار البلاد في مواعيدها، والتجمع الوطني الديمقراطي في ظل التعددية السياسية وفي ظل المنهج الذي تسير عليه طبعا سيكون للتجمع دور فعال في هذه المرحلة.